منذ البداية عن طريق خادير، كرة مرفوعة داخل منطقة العمليات، ربما الهدف المبكر لها جانبية، أول فرصة في الثواني الأولى، أقل من دقيقة، أول فرصة لشباب قسنطينة وأول ركنية في الدقيقة الأولى لمجلس العلي، يسدد مباشرة بصعوبة والحارس مرفوعة والحارس بصعوبة قتل يبعد هذه الكرة، الكرة الدائرية المنفذة بدقة متناهية من دور بالجلالي، والحارس خيطر لحد الآن متعلق. هذه الكرة ناحية بن شريفة، المتابعة والرأسية جانبية هذه الكرة من بالقاسمي، المساحات أمام عناصر شباب قسنطينة، العرضية هل تأتي بالجديد، والمدافع كاد يباغت حارسه بهذه الرأسية والكرة السريعة جدا ثابتة، الكرة مرفوعة ناحية من ضائع الكرة، فرصة ثانية لشباب قسنطينة، ماذا ضيع زعلاني لاعب المختار يدخل منذ حين، ثم الانطلاقة من جانب فريق أولمبي المدية، الانطلاقة تسديدة قوية فوق الإطار، أخطر فرصة وأول فرصة منذ بداية المباراة اللي تكون في القائم الثاني. بن عيادة الحكم لا يقول إعادة تنفيذ الخطأ، الحكم يقول إعادة تنفيذ الخطأ، هل أعلن عن أطلق صفيرته أم لا الحكم بوسليماني؟ هذا الهدف الذي ألغاه الحكم بوسليماني من كرة ثابتة، الجميع بن عيادة يرفع كورتو، القائم يحرم شباب قسنطينة من الهدف، شباب قسنطينة يحرم القائم من الهدف بعد التدخل الموفق من خيتر، خيتر هو الذي أبعد الكرة عن مرمى كانت في الزاوية المحصورة، والحكم في هذه الآونة بوسليماني يعلن إذن نهاية